ينضم إلي السيد علي بركة المنسق العام للمجلس. بداية أهلا وسهلا بك سيد علي. أهلا وسهلا بك وبقناتكم الموقرة إن شاء الله. هذا الاجتماع الذي جمعكم برئاسة مجلس النواب، عما أسفر هذا الاجتماع والنتائج التي ربما خرج بها، وربما حتى أخرجتم أنتم إعلان ورفعتم الغطاء الاجتماعي عن ربما كل من يرتبط بالجماعات الإرهابية، هذه نتيجة من نتائج هذا الاجتماع أيضا، لكن النتائج الغير معلنة الآن مع رئاسة مجلس النواب في الاجتماع الذي عقدتموه اليوم. احنا كمجلس فعل قبائل تبو المشايخ عيان قبائل تبو الليبية جينا من أقصى جنوب إلى منطقة القبة إلى سيادة المستشار عقيل فارها رئيس مجلس النواب الليبي لنهنئه على موقفه الشجاع الرجولي الوطني الذي قام به من أجل إسقاط حكومة الأمناء. ونحن في قبائل التبو مع الشرعية مع البرلمان والحكومة المنبثق عنها مع القيادة العامة للجيش الليبي، نحن لا نتنازل عن كرامة ليبيا ولا نرضى لأي عميل أن يعني يحكمنا. نحن مع شرعية البرلمان ونحن مع المستشار عقيل صالح وحكومة منبثقة عن البرلمان الليبي والقيادة العامة للجيش الليبي، ونحن مع الليبيين كقبائل التبو. جينا من أقصى جنوب لكي نهنئه على الموقف الرجولي. نعم طيب. نعم طيب، في حال اعتماد مجلس النواب التشكيلة المقبلة لحكومة الوفاق، هل سيكون هنالك موافقة منكم على هذا الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب أم لا؟ نحن مع شرعية البرلمان، أي حكومة منبثقة مع البرلمان الليبي تحت قبة البرلمان نحن نعترف به ونعيده. نعم السيد نعم السيد علي بركة التباوي المنسق العام للمجلس، شكرا جزيلا لك.